ما معنى قوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا؟ معنى الآية هو أن الله تعالى جعل جهنم للكافرين محبسا وسجنا، فكلمة حصير بناء على ذلك وصف لمقدر وهو المكان، فجهنم قد جعلت مكانا لحبس الكافرين وسجنهم، فكلمة حصير جاءت في الآية بمعنى اسم الفاعل حاصر من الحصر وهو المنع والحبس، فتكون على وزان شهيد بمعنى شاهد وعليم بمعنى عالم، وإنما صيغت على وزن فعيل للتعبير عن المبالغة. وهناك معنى آخر لكلمة حصير مستعمل عند العرب قد يكون هو المراد في هذه الآية المباركة، وهو أن الحصير اسم للبساط والفراش الذي يفرشه الإنسان ليجلس أو ينام عليه، ومنه يكون معنى الآية أن الله تعالى جعل جهنم فراشا ومهادا للكافرين، أي موضعا لجلوسهم وإضجاعهم، كما في قوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وفي ذلك تعبير عن إحاطة العذاب وشدته، إذ أنهم يكتوون بالنار من تحتهم كما هي من فوقهم وعن أيمانهم وشمائلهم، كما أن ذلك إشارة إلى أن العذاب مستوعب لتمام أحوالهم، فهم يتقلبون فيه قياما وقعودا وعلى جوانبهم وحال إضجاعهم. أعاذنا الله وإياكم من سخط الله عز وجل.